إخواتنا وأهلنا المصريين اللي في الخارج بيكونوا برا البلد، لكن دايما روحهم جوه البلد، دايما متمسكين بإحياء العادات المصرية الجميلة، وفي مقدمتها طبعا احتفالات العيد. دايما بينظموا فعاليات وتجمعات علشان يحتفلوا مع بعض بأجواء عيد الفطر المبارك. يمكن الجميل في السوشيال ميديا إن هي بتورينا كده في جميع أنحاء العالم إيه اللي بيحصل، ويمكن شفنا احتفالات فعلا المصريين المقيمين بالخارج وتمسكهم بالعادات الدينية سواء في شهر رمضان او يمكن امبارح في العيد، ازاي هم متمسكين جدا بعاداتهم المصريه والدينيه. لكن خلونا نشوف بالذات بقى في ايطاليا كان ايه اللي بيحصل. معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور ابراهيم يونس، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ايطاليا. صباح الخير على حضرتك، بونجورنو نقول لك. صباح الخير يا فندم، بونجورنو طبعا. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المصريين والعالم كله. كل سنه وحضرتك طيب. يعني عايزين تعيشنا كده معاك اجواء العيد اللي عشتوها خلال الاحتفالات في ايطاليا، كانت عامله ازاي؟ والله طبعا اجواء العيد بتكون دايما جميله وكلنا بننتظرها، اذا كان عيد الفطر المبارك او حتى عيد الاضحى، لان طبعا انت عارف حضرتك قبل كل عيد بيكون فيه مناسبات جميله. يعني عيد الفطر بنعيش مثلا شهر رمضان بالكامل ما بين يعني المساجد والادعيه والتراويح، وطبعا بنحاول نحافظ على قيمنا وعاداتنا وثقافتنا المصريه، ونرتبط طبعا بجميع المناسبات الدينيه وحتى المناسبات طبعا السياسيه. وبنجمع طبعا بعضنا، والمصريين كلهم بيكونوا متجمعين في اماكن معينه في كل مدينه. طبعا ايطاليا تعتبر يعني من اكبر تجمعات المصريين على مستوى اوروبا، يعني يوجد فيها تقريبا 630 الف مصري. فطبعا من روما لميلانو لتورينو لبولونيا، دي المدن الكبيره اللي فيها تجمعات مصريه، وطبعا بتحظى بالبهجه والسعاده والسرور اللي بيتميز به المصريين. طبعا حضرتك عارفه ما بين مظاهر اللبس المختلفه، لبس العيد والمأكولات والمشروبات والحاجات دي كلها، ولقاءات المصريين طبعا يوم العيد بيكون يعني له يعني صحيح. طابع خاص، طابع يعني العيد فيها يعني مشاعر طيبه ما بين المشاعر المقدسه وما بين الفرح بقى المسلمين ولقاءاتهم مع بعضها، وما بين طبعا ان احنا بنكون طبعا بعاد عن بعض في بعض الاحياء، يعني احياء مختلفه او مدن مختلفه، ولكن بنلتقي جميعا، بنلتقي على طبعا يعني هذه الطقوس العظيمه. جميل. اللي بتربطنا كلها وكلنا مع بعض. جميل. فيها بعدها طبعا بيحصل فيه رحلات حتى بعد الاحتفالات بالعيد، يعني بعد التجمعات الجميله دي بنعمل بعض الرحلات في المدن القريبه او المعالم الايطاليه الموجوده حوالينا. جميل. طبعا حضرتك عارفه ان العالم كله فيه يعني مسلمين من مختلف الجنسيات، ففي الاثناء دي بنشوف مظاهر جميله جدا. جميل. مظاهر حتى اللبس نفسه، طقوس الاحتفالات بين الناس. لقاءات الناس حتى وكلامهم واللغه، بنسمع ونشوف ونرى وناكل كل ما هو مختلف، يعني حاجات جميله جدا وحاجات عظيمه جدا. المظاهر كلها للبهجه. وبعدين دكتور ابراهيم، دايما المصري في اي مكان قادر انه يخلق جو من البهجه، والبهجه اللي بتميز المصريين دايما. عايز اسال حضرتك بقى من واقع بقى رئاستك للجاليه المصريه في ايطاليا وفعاليات كتيره بتنظموها احتفالا بعيد الفطر المبارك، الايطاليين شايفيننا ازاي؟ ازاي شايفين اجواء جميله بتعكس روح مصريه وبتعكس روح الدين السامحه كمان بالاحتفال بالعيد الفطر؟ احنا في عيون الايطاليين ازاي؟ تمام. وطبعا حضرتك عارف ان فيه يعني موده خاصه ما بين المصريين وما بين الايطاليين عبر الاف السنين لحد النهارده. التلاقي ده، تلاقي المشاعر الجميله، المشاعر الطيبه، خفه الروح، خفه الدم ما بين الجاليه المصريه، اعتقد ان حتى تكون في كل اوروبا، والجاليه يعني اصحاب البلد زي مثلا ايطاليا، يعني علاقات طيبه جدا بتجمعنا حاجات كثيره، بتجمعنا العلاقه المصريه الايطاليه الحميمه القويه عبر الاف السنين لحد النهارده، بتجمعنا حتى القرب، المسافه تعتبر هي جنوب البحر المتوسط واحنا شمال البحر المتوسط، يربطنا فقط لا غير البحر اللي هو طبعا اللي يعتبر بالنسبه لهم البوابه الرئيسيه. يعني ايطاليا فعلا بتعتبر بوابه رئيسيه لدخول كل اوروبا. احنا طبعا بالنسبه لنا فيها يعني روح طيبه مع الايطاليين نفسهم، مشاعر جميله جدا. احنا طبعا يعني بالنسبه لهم بنعتبر مصدر العماله، مصدر
حتى يعني الرقي في الثقافة بتاعتنا، لما نعمل احتفاليات، لما نعمل أي مناسبات طيبة، زي مثلا حتى إفطار شهر رمضان. صحيح. لازم يحضروا، يفطروا معانا. بننظم دائما في كل المدن الإيطالية، بننظم احتفاليات مشتركة ما بين المسلمين وما بين الإيطاليين. يعني عندنا مثلا بنعمل موائد جميلة جدا بيزينها حضور الإيطاليين، وبنحاول نشرح لهم ايه اللي احنا بنعمله. ايه بقى اللي على الموائد دي يا فندم؟ يعني اكلتوا انتوا ايه بقى في اول يوم العيد؟ يا سلام، اخبار الكحك عندكم ايه؟ ده كل يعني المواهب اللي عند السيده المصريه بتخرج في هذا الشهر، ما بين المأكولات الجميله، ما بين المحاشي واللحوم والخضروات والاكل اللي احنا طبعا بنعمله في مصر كله، بينقل في هذا الشهر كله بكامله الى الموائد المصريه. لا يعني اكلتوا امبارح مثلا رنجه وفسيخ ولا لا؟ هو موضوع الرنجه والفسيخ بس صعب بعيد عننا شويه، لان دول طبعا انت عارف بييجوا بيتاكلوا على طول يعني. أيوه. ما بنخزنهمش، لكن صدقيني موضوع الخرفان او حكايه حتى الكفته والكباب والمشويات دي وكل المحاشي بتعمل هنا في ايطاليا. وبعدين يعني الايطاليين يعني الحمد لله القت نجاح كبير جدا في الاسر الايطاليه. احنا لما بنعمل مثلا المائده بنعملها في الشارع، يعني بيكون امام مسجد او بتكون امام مؤسسه او جمعيه، بيحضرها مثلا ممكن نقول 200 300 مواطن. شفت حضرتك لما نعمل كل يوم في رمضان مائده مختلفه في مدينه مختلفه من مدن ايطاليا، يعني كده بنعرفهم يعني بطبيعه الحال بثقافتنا وعاداتنا. كنت لسه عايزه اقول لحضرتك انه النهارده مع كل المجهود الكبير اللي بعض من الغرب حاول يعمله من افلام وحكاوي عن خليني اقول نشر الاسلاموفوبيا ونشر الخوف من العرب، انتوا سفراء، يعني انتوا النهارده بتنشروا الثقافه الحقيقيه والكرم الحقيقي للعرب والمسلمين في بلاد الغرب. العادات الجميله اللي انتوا بتعملوها دي اجمل نوع من انواع الاثبات خليني اقول لكرم العرب وكرم المصريين على وجه التحديد طبعا الموجودين في جميع انحاء مش بس اوروبا او ايطاليا، لا العالم كله. احنا النهارده بنشوف كتير من الغرب بيعيدوا تفكير في اللي يمكن تم تلقينهم على مدى السنين اللي فاتت دي كلها، بيعيدوا التفكير في اللي هم عرفوه عن العرب والمسلمين، فانتوا السبب اكيد. صحيح. والله يا فندم انت يا استاذ بخانت انت جبت يعني 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 موضوع هام جدا. احنا فعلا كمسلمين في انحاء العالم وخاصة يعني الجالية المصرية أثبتنا فعلا وجودنا بنفسنا. أنت عارف حضرتك أن الدين المعاملة، إحنا تعاملنا الكويس ألقى يعني ترحاب كبير جدا من الإيطاليين، وبدأوا طبعا من مش من دلوقتي، من سنوات قليلة فاتت، يعني ممكن من خمس من ست سبع سنوات يتعرفوا على الدين الإسلامي، ويتعرفوا حتى أن إحنا المسلمين، المسلم ما بيدخل المسجد يبقى مسلم، يعني بيحاول يرتبط بربنا وعاداته وتقاليده وبروحه الطيبة، بيحاول يكون إنسان مخلص البلد اللي عايش فيها، بيحاول يعني يكون إنسان إيجابي في المدينة أو في الدولة اللي هو موجود فيها. فهم نفسهم لما طبعا حتى لما يعني تعرف اللي بيجمعنا اكتر مع بعض هو الاكل، هي المائده. صحيح. هي الثقافه، هي الندوات. صحيح. الحاجات دي كلها احنا بنعملها على 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 مدار السنه كلها، ولكن بالاخص بال 30 يوم بتوع شهر رمضان وحتى قبل الحج يعني بايام بنحاول نعمل برضه ندوات تثقيفيه للعرب وللايطاليين نفسهم، يعني كلهم عندهم حب استطلاع يعرفوا ايه هو الدين الاسلامي. صحيح. كل سنه يعني وانتم طيبين يعني. صحيح. اللي خرجت بعد كده عدائيه للاسلام دي حببت الناس كلها في الاسلام وقربتهم مننا، وده دور جميل جدا. دكتور ابراهيم حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، انتوا سفراء للبهجه وسفراء للجمال المصري فعلا في كل مكان، ودايما في مزاج كده قريب شعوب البحر المتوسط. صح. الشعب الايطالي والمصري واليوناني في مزاج كده بيجمعهم وقواسم مشتركه كتير جدا. بشكرك شكرا جزيلا، ومره ثانيه بنقول لك كل سنه وحضرتك طيب وكل اهلنا اللي موجودين في ايطاليا والمصريين بالخارج طيبين وبخير في عيد الفطر المبارك. دكتور ابراهيم يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ايطاليا، كلام مهم جدا.